سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام، فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام، العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. قلوبنا فرحانة، فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. جيتنا برضاكم لبيتوا دعوانا، وإحنا يا بلقاكم قلوبنا فرحانة، العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. ما أحلى رؤياكم نورتوا يا أحبابنا، إن شاء الله يهنى بالكم في ظل لمعانا، العم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. شكرا 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 شكرا. مساء الخير. على بالكم باللي عمو يزيد كان غير يستنى وقتاش يجي المدينة العلمة. والله مدينة العلمة معروفة بالكرم بتاعها، ناس مضيافين والله. أعطونا صغاريت ينسى. مدينة العلمة مضيافة والله، ضيفها ما يبات برا كما يقولون الناس بكري، ضيفها ما يباتش برا مستحيل. إذن رانا اليوم في مدينة الجود والكرم، مدينة العلمة، ونرحبوا كامل بالضيوف اللي جاونا من الولايات المجاورة والبلديات المجاورة. مرحبا بكم تاني. إذن أحبائي، عمو يزيد سعيد جدا اللي رأوا معكم اليوم هنا، سعيد جدا جدا جدا. شكون اللي يقدر يقول لي كاين يوم عالمي مهم؟ يوم عالمي مهم، ولكن أنا راح نسقسيكم على اليوم العربي. شكون يقدر يقول لي وقتاش اليوم العربي لليتيم؟ اليوم العربي لليتيم في أي يوم؟ اللي سيبها نعطوا له هدية جميلة. اليوم العربي لليتيم، شوف شباب هذا، واسمك ولدي؟ عبد الرحيم. شحال في عمرك عبد الرحيم؟ 12 سنة. وين تدرس؟ واش من طور؟ واش سنة؟ أولى متوسط. شحال جبت معدل عبد الرحيم؟ 15.69. واو، جاب 15. تصفيق عليه. عمو يزيد يحب اللي يقراو مليح. وقتاش اليوم العربي لليتيم؟ اليوم العربي لليتيم وقتاش؟ اليوم، مش اليوم. لا 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 لا, لا. شكون يا عطيت الشباب هذا اليوم وراك؟ واسمك؟ هيثم. واسمك؟ هيثم. الله يبارك. شحال في عمرك هيثم؟ 13 سنة. 13 سنة تقرا مليح؟
شحال جبت معدل؟ 13. الله يبارك وليدي. وقتاش اليوم العربي لليتيم؟ 1 ديسمبر. لا لا، شوف الشباب هذا اللي قدامه، واسمك ولدي؟ أنيس. واسمك؟ أنيس. أنيس، شحال في عمرك أنيس؟ 11 سنة. 11 سنة. وقتاش اليوم العربي لليتيم؟ 3 ديسمبر. لا 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 لا، 3 ديسمبر هو اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة. شكون اللي يعرف؟ أعطي لها الميكرو للشابة هذه. واسمك بنتي؟ باتول. واسمك باتول، شحال في عمرك باتول؟ 9 سنين. 9 سنين. وقتاش اليوم العربي لليتيم؟ 4 أفريل. لا 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 لا، كاينة حاجة باش نتفهموا. اليوم العربي لليتيم ما عندوش تاريخ محدد، هو كيما عيد الأم. على بالكم عيد الأم وقتاش؟ فهمتوا أببري؟ عيد الأم هو آخر كذا في شهر كذا، فهمتوا؟ واليوم العربي لليتيم هو أول كذا في شهر كذا، فهمتوا شوية ولا؟ أوكي، دقيقة 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 دقيقة. شوف الشباب هذا، هذا أعطي له. واسمك؟ شعل الميكرو. واسمك؟ شاهين. شاهين، شحال في عمرك شاهين؟ 13 سنة. 13 سنة. وقتاش اليوم العربي؟ أول مارس. لا 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 وليدي، لا لا، معليش، نغنوا أغنية وتفكروا. عمو يزيد دلكم أغنية، الأغنية هذه تقول: صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي، ورجعنا من بعد غياب. تغنوا كامل معايا صباح الخير مدرستي، يلا. لا 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 لا. صباح الخير يا مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي، ورجعنا من بعد غياب. صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي، ورجعنا من بعد غياب. لا 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 لا. انتهت العطلة الصيفية، أيام الراحة كذا والنوم، عشنا أوقات هانية، عدنا لك لطلب العلم. انتهت العطلة الصيفية، أيام الراحة كذا والنوم، عشنا أوقات هانية، عدنا لك لطلب العلم. صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي، ورجعنا من بعد غياب. لا 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 لا. اشتقت لك من الأعماق، ما فرقت مخيلتي، اشتقت لك اسمي ورفاقي، وكذا لقاء معلمتي. اشتقت لك من الأعماق، ما فرقت مخيلتي، اشتقت لك اسمي ورفاقي، وكذا لقاء معلمتي. صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي، ورجعنا من بعد غياب. لا 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 لا
كسب العلم يا أولى، فلنبدأ العمل جديد بالجد والاجتهاد. فلا زال هناك مزيد لكسب العلم يا أولى، فلنبدأ جئنا ندق عليك الباب، شرقنا لك يا غاليتي، ورجعنا من بعد الغياب. شكرا 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 شكرا. فلا زال هناك مزيد لكسب العلم يا أولاد، فلنبدأ العام الجديد بالجد والاجتهاد. أحبائي، الاجتهاد هو عنوان النجاح. يجب المثابرة، يجب المثابرة، المثابرة. عمو يزيد دار لكم أغنية على المثابرة نقول فيها. قبل ما نغني الأغنية رح نقول لكم حاجة، على بالكم باللي في نهاية الجولة اللي قادتنا لأكثر من 17 مدينة راح في الأخير نديروا ترتيب شكون المدينة اللي كان فيها التفاعل أكثر. إذن راح تتفاعلوا معنا، راح تتفاعلوا. إذن ما زالكم تفكروا في اليوم العربي لليتيم؟ وقتاش؟ قول لي أنت، معلش مينو؟ أعطي الميكرو للشباب هذا. واسمك؟ هارون. هارون، شحال في عمرك هارون؟ 9 سنين. شحال؟ 9 سنوات. 9 سنوات. وقتاش اليوم العربي لليتيم؟ في أول جمعة في شهر أفريل. هو أول جمعة من شهر أفريل يا أحبائي. عيد نقول لكم أول كذا من شهر كذا، هو أول جمعة، يعني هذه السنة راح يكون في 6 أفريل، ولكن السنة الجاية ما يكونش في 6 أفريل، يكون في أول جمعة كما عيد الأم اللي راح نطرح عليكم السؤال من بعد. تعال 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 تعال. أنا حبيت قبل ما نبدأ حبيت نشكر الناس اللي بفضلهم رانا هنا اليوم. والله أنا مدبية تعطولي شكر كبير كبير للسيد محمد تاع شركة ميخور، ميخور تاع لابيسكويتري. اعطونا تحية كبيرة على محمد، والله إنسان طيب. ولما تكلمت معاه قلت له حبينا نديروا حفل أولاد العلمة، ما تأخرش ولا لحظة. وتحية كبيرة كذلك رئيس بلدية العلمة اللي رحب بالفكرة مباشرة كذلك، ومديرية الشبيبة والرياضة. شكرا. معنا كذلك مجمع الشروق الإعلامي اللي بفضله شفتوا هذه الدعاية، وراح الحفل يبث على الشروق. معنا كذلك شركة رامي وشركة شيبس مهبول. إذن مرحبا بكم في هذا الحفل. تعال وليدي، ما نسيتكش ما نسيتكش. عود ذكرهم باسمك. هارون. واسمك؟ هارون. فالا بالعقل بالتأني. درك هارون أنا راح ندير معه حاجة، على بالي بلي باباه هو اللي قالوا الإجابة. أنا هارون راح نخبيله باباه هكذا ونسقسيه. هارون، وقتاش اليوم العربي لليتيم؟ في أول جمعة من شهر أفريل. واو، حافظ مليح. تفيق عليه تفيق عليه تفيق عليه. أعطيه الهدية تاعه. إذن هارون، رامي راعي هذا الحفل وراعي برنامج مع عمو يزيد، يعطيك هذه الهدية إن شاء الله تستفاد بها. تفضل ولدي. يلا، إذن تكلمت لكم عن المثابرة. عمو يزيد دال لكم أغنية نقول فيها 2 في الصف 2 والشاطر يرفع إيده. وش ديروك يقول الشاطر يرفع إيده؟ كامل يديكم في السماء حتى الأولياء، والشاطر يرفع إيده. 20 على 20 والناجح
هذا عيده. يلا تغنوا كامل معايا، اتنين في الصف اتنين والشاطر يرفع ايده. اتنين في الصف اتنين والشاطر يرفع ايده، عشرين على عشرين والنجاح هذا عيده، والنجاح هذا عيده. سؤال والعزل من يريدو، انتم للغد رجال يشمو الوطن قيدو. سين اول سؤال والعزل من يريدو، انتم للغد رجال يشمو الوطن قيدو. عشرين على عشرين والنجاح هذا عيدو، والنجاح هذا عيدو. يكرم ولا يهان الطالب في تمجيده، في هذا اليوم يبان العلم ومن يجيده، يكرم ولا يهان الطالب في تمجيده. عشرين على عشرين والنجاح هذا عيده، والنجاح هذا عيده. عشرين على عشرين والنجاح هذا عيد، والنجاح هذا عيد. شكرا ألف شكر زيدوا فأكثر زيدوا، حمدا لله أكثر والخير في تحميده. شكرا ألف شكر زيدوا فأكثر زيدوا، حمدا لله أكثر والخير في تحميده. عشرين على عشرين والنجاح هذا عيده، والنجاح هذا عيده. اتنين في الصف اثنين والشاطر يرفع ايده، عشرين على عشرين والنجاح هذا عيده، والنجاح هذا عيده. إذن أحبائي في هذا اليوم يبان العلم من يجيده، يكرم ولا يهان الطالب في تمجيده. شكون اللي يقدر يقول لي وقتاش اليوم العالمي للمعلم؟ اليوم العالمي للمعلم والمعلمة ياسر. شكون 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 ميدو؟ شوف مع الشاطر هذا، واسمك؟ هيثم. جاوبت مقبلة، جاوب درك. وقتاش اليوم العالمي للمعلم هيثم؟ 5 ماي. لا 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 لا، اعطيلو الميكرو. واسمك؟ واسمك أنيس. أنيس شحال في عمرك أنيس؟ 13 سنة. شحال؟ 13 سنة. 13 سنة. وش هو الجواب؟ 16 أفريل. لا لا، هذاك يوم العلم، هذا اليوم العالمي للمعلم. أعطي الميكرو للشباب هذا. واسمك؟ واسمك ها؟ واسمك؟ أنيس. أنيس شحال في عمرك أنيس؟ 13 سنة. وش هو الجواب أنيس؟ أنيس 5 أكتوبر. 5 أكتوبر، برافو. تعال 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 تعال، أروح تعال تعال أنيس. وش مسنة تقرأ أنيس؟ سنة ثانية متوسط؟ نعم. شعجبت معدل؟ 14. 14، باين شاطر باين.
إذن أحبائي اليوم العالمي للمعلم هو 5 أكتوبر. 5 أكتوبر. قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. أحبائي، من خلال هذه الحصة، من خلال هذا الحفل، نوجه رسالة ونداء لكم يا تلاميذ والأولياء أنتعكم. المعلم يحترم، المعلم يقدر، المعلم يبجل. من فضلكم لازم احترام المعلم، حتى وإن كان هناك سوء تفاهم. الأولياء لما تروحوا عند المعلم لازم تروحوا غير بلاتي هي أحسن، تروحوا تستفسروا، لأن المعلم المهنة نتاعو راهو هنا باش يعلم ولادنا. كما يقول عمو يزيد في الأغنية: من كل جهل صنتني، إلى المجد صاحبتني، معلمي معلمي. يا أخي أحبائي، هذا وعد، هذا وعد. برافو، أعطيني الهدية تاع إذن أنيس تفضل. شركة ميخور راعي هذا الحفل يهديك هذه الهدية، إن شاء الله تستفاد بها. شكرا. العفو العفو ولدي، الله يبارك الله يبارك. تحية تحية لأنيس الشاطر. تعرفوا النوتات الموسيقية ولا نغنوا معلمي قبل؟ يلا معلمي، من كل جهل صنتني. للعلم أنت شددتني، إلى العلا قدمتني، معلمي 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 معلمي، من كل جهل صنتني، إلى المجد صاحبتني، معلمي معلمي. زودتني علما نورت به دربي، زودتني علما نورت به دربي، كنت أبا وأما يا نعم المربي، كنت أبا وأما يا نعم المربي. معلمي معلمي، للعلم أنت شددتني، إلى العلا قدمتني، معلمي 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 معلمي، من كل جهل صنتني، إلى المجد صاحبتني، معلمي معلمي. تحملت دعابي في القسم ومزاحي، تحملت دعابي في القسم ومزاحي، وعاقبت ذنبي من أجل صلاحي، وعاقبت ذنبي من أجل صلاحي. معلمي معلمي، للعلم أنت شددتني، إلى العلا قدمتني، معلمي 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 معلمي، من كل جهل صنتني، إلى المجد صاحبتني، معلمي معلمي. وقفت بجنبي إن ضاق بي حالي، وقفت بجنبي إن ضاق بي حالي، وكنت جوابي دوما في سؤالي، وكنت جوابي دوما في سؤالي. معلمي معلمي، للعلم أنت شددتني، إلى العلا
معلمي 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 من كل جهل سنتني إلى المجد صاحبتني معلمي معلمي واسمك يدوي إجلالا واحتراما واسمك يدوي إجلالا واحتراما يا صاحب السمو أهديك السلامة يا صاحب السمو أهديك السلامة معلمي معلمي للعلم أنت انشدتني إلى العلا قدمتني معلمي معلمي من كل جهل صنتني إلى المجد صاحبتني معلمي معلمي شكرا شكرا من كل جهل صنتني إلى المجد صحبتني إلى العلا قدمتني كنت دائما جوابي عند سؤالي المعلم يا أحبائي يحترم كاين أغنية نقول فيها بلدتي أحن لك بلدتي أشتاق لك شكون اللي ما عندوش الحنين للبلدة نحب بلدنا وكل واحد عنده الحنين للبلدة اللي تربى فيها إذن بلدتي أحن لك يلا كمل معايا بلدتي أحن لك بلدتي أحن لك أشتاق لك إن بعدت أعود لك بلدتي يا بلدتي بلدتي أحلى مكان فيها عشت من زمان بلدتي أحلى مكان فيها عشت من زمان يا هنايا يا أمان في حما بلدتي عشت فيك ذكرياتي أياما من حياتي عشت فيك ذكرياتي أياما من حياتي يا محلى أوقاتي فيها طفولتي بلدتي أحن لك أشتاق لك إن بعدت أعود لك بلدتي يا بلدتي فيك أهلي أقربائي والدايا يا فدائي فيك أهلي أقربائي والدايا يا فدائي في الغداء والعشاء اجتمعت بإخوتي فيك جدي جدتي يا محلاها لمتي فيك جدي جدتي يا محلاها لمتي لما تنادي جدتي اسمعوها قصتي بلدتي أحن لك أشتاق لك إن بعدت أعود لك بلدتي يا بلدتي رفقتي وأصدقائي جيراني يا هنائي رفقتي وأصدقائي جيراني يا هنائي لما نلعب في الفناء حتى آخر ساعتي أمي تنادي لي دخولي لا يا أمي لا تقولي أمي تنادي لي دخولي لا يا أمي لا تقولي إني قد زاد فضولي لأبقى مع صحبتي بلدتي أحن لك أشتاق لك إن بعدت أعود لك بلدتي يا بلدتي فيك بستان ونخل وعصافير ونحل
فيك بستان ونخل وعصافير ونحل ووديان أتسيل ما أبهاها غابتي وهضاب وجبال وشعاب وتلال وهضاب وجبال وشعاب وتلال وتاريخ ونضال ما أغلاها بلدتي بلدتي أحن لك أشتاق لك إن بعدت أعود لك بلدتي يا بلدتي. شكرا شكرا بلدتي أحن لك بلدتي أشتاق لك إن بعدت أعود لك ما أحلاها بلدتي. هذه الأمنية تاعي بها نشوف عمو يزيد. شكرا لكم جزيلا. شكرا عمي يزيد. السلام عليكم. نشكر عمو يزيد على الزيارة تاعو ونخلو المرة الجاية إن شاء الله. حفل رائع جدا يهبل 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 يقتل والله. مرة جاية إن شاء الله يكون في عنابة عندنا إن شاء الله. ونحبوه عمو يزيد يحبوه الكبار أكثر من الصغار. نحبوه بزاف 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 وفرحنا بزاف كي جينا وحضرنا لهذا الحفل. نشكروا عمو يزيد على الحفل هذا اللي داروه ويحبوه كاع الكبار ونتمناو حتى نتمناو مرة أخرى يديروا لنا حفل كبير إن شاء الله. شكرا عمو يزيد على هذه الحفلة. أتمنى لك النجاح النجاح الدائم وشكرا لك أحبك كثيرا. شكرا عمو يزيد على هذه الزيارة ونرجو أن تعيدها مرة ثانية. نشكرك عمو يزيد على حفل الكرامي هذا. شكرا بزاف. ربي يدوم إن شاء الله الفرحة لأولاد إن شاء الله.